هلا رح تضلي متلقحه بالفرشه هيك ودهني وشك بالعصفر مثل الاموات؟ ايه خليني هيك مرتاحه انا. ولك يا مخلوقه جوزك بكره بيمل منك، الرجال ما بحب المراه العيانه. يو هلا بخلص من ان صادق بتنطيلي انت؟ هذا بدل ما تكافيني لاني جبت لك عريس معروف ولسانه حلو ومنمق وزنقيل. يا ستي كتر الف خيرك، بس انا عم بحكي مشانك، ما بيجوز لك من الله يلي عم تعمليه بسلفتك باهيه. يو ليش يا بعدي؟ اذا هي عم تشتغل لانه متعوده على الشغل، مو مثلي انا بحياتي ما غسلت كبايه مي، جاريتين كانوا يخدموني. بعدين لك سعديه، انتم من امتى كنتوا تغسلوا بشنان وتجلوا بالصفوه؟ اما طول عمركم تغسلوا بالصابون؟ ما بيجوز لك من الله يا مخلوقه، ايدين المسكينه كاتت كت من الصفوه وشنان. بعدين اذا ضليتي تتظاهري بالمرض وعلى قوله اخ وايخ صدقيني بيعملها وبيروح بيتجوز عليكي. ايه معلوم، لكن بالك رح يقبل يعيش مع حرمه فايته بالعلل والامراض؟ هي بلاكي بقتلك شو قويه، خوش امبارح ذكرني وقال لي لامتى بدك تضلي متلقحه بالفرشه؟ وبيناتنا صاير ما عم يتحاكى، يروح واصل لروس مناخيره، بيفوت ملك وبيطلع وزير. ما قلت لك مشان هيك قومي غسلي وشك من هالعصفر يلي دهنتي، قومي يلا تسرحي والبسي قومي. ايه وانت قلتيها. لشوف بكره شو بدك تعملي بحالك لما اتجوز وبعد عنك. ايه والله بدي استفقد لك كثير يا درسانه، ايه بعت لك الهنا، بتعرفيني ما بحسن اقعد بلاكي. بتجي لعندي انت امتى ما بدك؟ وامتى الهمه ان شاء الله؟ جاي لوضعك، لانه بعد بكره كتب الكتاب، بده ياخذني معه. يبعث لي حمه، انا السبب، انا السبب. سبب شو؟ انا السبب اللي خليتك تبعدي عني. يو يعني ندمانه ولك درسانه؟ هي بحكي لي 90 حمى ان شاء الله. ايه 90 حمى، انه شو اللي خلاني اسعالك بهيك جوازه مشان احترم رفقتك وجيرتك ومساعدتك؟ ايه ما حاجتي بجيرتك 17 سنه، خليني اروح شوف هالدنيا شوي. يو ايه روحي يا بعدي، مين كامشه؟ وينك؟ رح روح ساوي قهوه، خليكي نشربها هون احسن. ايه